وينضم إلينا من رام الله أشرف عكا الباحث في العلاقات الدولية. صباح الخير سيد أشرف معنا في هذه الساعة. بداية مجزرة جديدة للاحتلال الإسرائيلي على وسط القطاع وتحديدا خيام النازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى. دوافع التصعيد العسكري الإسرائيلي الأخير على وسط القطاع ودير البلح. يعني أولا لا يحتاج إلى دوافع، هو مستمر في حرب الإبادة ضد أبناء شعبنا سواء كان في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، وبالتالي هو يواصل حرب إبادة شاملة على كل الشعب الفلسطيني أملا بتحقيق إنجازات. أضف إلى ذلك هو فشل العسكري الحقيقي الميداني في تحقيق أهداف الحرب من جهة، يعني وتحقيق ما أعلن نتنياهو من تصورات حول الشكل وطبيعة الأهداف الكبرى للمعركة في قطاع غزة ينتقم من المدنيين، هو يعبر عن يأسه بتحقيق أهداف عمليته بقتل المدنيين واستهدافهم، لأن يعني عملية استهداف الناس والمجازر بحق المواطنين جزء من العقلية التي أدار بها هذا الجيش وهذه الحكومة اليمينية المتطرفة الحرب على أبناء شعبنا في قطاع غزة. وما هي عقلية إذن نتنياهو في استمراره بعرقلة المفاوضات؟ نحن نعلم أن الوفد الإسرائيلي المفاوض عاد سريعا من القاهرة دون إحراز أي تقدم يذكر في ملف الصفقة. ما أسباب نتنياهو لاستمرار عرقلة هذه المفاوضات؟ أسباب نتنياهو أصبحت معلومة. أولا هو يعلم تماما أن أي وقفة أي صفقة بالضرورة ستفتح تلك الملفات الداخلية في إسرائيل المحاسبة له على كل إخفاقاته وعلى فشله المتواصل وعلى سياساته الممنهجة في إضعاف إسرائيل من جهة وعدم قدرتها على تحقيق أهدافها، وبالتالي إطالة أمد الحرب وجزء من ذلك التصور الذي يحكم سلوك نتنياهو، وأن الحرب بأبعادها التي بدأ يغير من أهدافها ومن طبيعتها، يعني بعد أن كنا نصل إلى مرحلة ما من التهدئة أو الوصول إلى وقفة، وحتى يعني الأمريكي كان يطالب طول الفترة الماضية بضرورة إنجاز هذه الصفقة، ولكن يبدو أن خشية نتنياهو من جهة على 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 مصالحه الشخصية والسياسية والتي بات متهم بها من كل يعني أركان المؤسسة السياسية والعسكرية والأمنية وحتى الوفد المفاوض والمعارضة في إسرائيل، وأنه يعطل ويفشل، ونحن نعلم أهدافه بهذا البعد. البعد الآخر له علاقة ببقائه في الحكم وحماية هذا الائتلاف الحاكم في إسرائيل الذي يقود إسرائيل وفق منظورات أيديولوجية لها أبعاد. كيف يمكن لهذه الحكومة مسيطرة على النظام السياسي في إسرائيل؟ ولكن ما الرسائل الكامنة وراء إرسال الوفد الإسرائيلي المفاوض إلى القاهرة؟ هل هو فقط من ضمن الشكليات السياسية ليبيض وجهه نتنياهو خلال إدارته لهذه الأزمة؟ يعني أولاً هو تعرض إلى ضغط أمريكي، أضف إلى ذلك هو عندما يرسل الوفد يوحي بأنه معني بالمفاوضات وأن في هناك مفاوضات ما، امتصاص وخداع وكذب وألاعيب جديدة على أهل الأسرى وعلى الداخل الإسرائيلي وحتى على من يدعوه من المؤسسة الأمنية والعسكرية بضرورة إنجاز الصفقة. أضف أنه يعني يجعل من إطالة أمد الحرب عبر الإيحاء بالمفاوضات هدف بحد ذاته، ولهذا علينا أن ندرك أن نتنياهو منذ اللحظة الأولى كنا نقول أنه لا يريد صفقة، أنه تخلى عن هؤلاء كما يتهم الأسرى، ولم يعد هؤلاء جزء من أولوياته ومن أهداف الحرب. أهداف نتنياهو بات واضحة، وكيف يمكن له أن يخلق يعني الظروف لتصعيد ما لإطالة أمد الحرب؟ وهذا اليوم عمليا يتوافق بشكل أو بآخر مع ما تريد الولايات المتحدة، أن الكل أصبح يدرك تماما توقيع صفقة بأي شكل من الأشكال يعني بالضرورة هزيمة مطلقة لإسرائيل وإعطاء الفلسطينيين أو القائد الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية صورة مصر. هذا سيعزز مكانة حلفاء يعني المقاومة الفلسطينية وخاصة
يعني محور المقاومه، وهذا يعني ما لا تقبل لا اسرائيل ولا الولايات المتحده. ضف الى ذلك دخل معادله اخرى لها علاقه بالوجود الامريكي العسكري في العراق وسوريا، وبالتالي بات الامريكي يدرك تماما يعني الان التصعيد بهذا الشكل الذي نلاحظه ليس فقط مرتبط بمجزره في وسط القطاع. نعم، هو تصعيد في المنطقه كامله. نعم، هذا له علاقه باهداف حتى ومصالح الولايات المتحده، وجودها حضورها نفوذها في المنطقه الذي بدا عمليا يتراجع بفعل يعني صمود الشعب الفلسطيني وصمود المقاومه الفلسطينيه، وفي ظل اخفاقات اسرائيل المتواصله وفشلها وانعكاس هذه الحرب عليها بمستويات. نعم، الآن واشنطن وتل أبيب في حالة تأهب قصوى انتظارا لرد إيران المتوقع، وأيضا حزب الله من جهتها. كيف تقرأ هذه التطورات والتوترات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة؟ يعني المنطقة دخلت في مرحلة جديدة بكل أبعادها الأمنية السياسية العسكرية وحتى شكل وطبيعة التصعيد الذي يمكن أن يحدث، لأن نتنياهو تعمد في الفترة الماضية نقل المرحلة والمنطقة إلى حافة الهاوية، وكنا نقول أن معادلات نتنياهو صفرية، وبالتالي اليوم عندما التقت مصالح نتنياهو بشكل أو بآخر وقيامه بمهمة يعني إيجاد ذرائع ما للتدخل الأمريكي المباشر في هذه الحرب، ينذر بأننا أمام مرحلة خطيرة جدا، خاصة أن الرد الإيراني ورد حزب الله بفعل عملية الاغتيالات والتصعيد الإسرائيلي الخطير بهذه الطريقة قد ينذر أن أمام دائرة رد يعني قوي ورد مقابل. هذا الرد والرد المقابل قد يدخل المنطقة في مرحلة يمكن أن تنزلق فيها الأمور نحو حرب شاملة. لا يمكن في هذه الظروف من التصعيد وفي هذه المرحلة من أدوات يعني القوة التي يمكن استخدامها في المواجهة، أولا إيران تحتاج إلى رد على ما تم يعني على ما تم الاعتداء في أراضيها على اغتيال إسماعيل هنية في عقر دارها، هذه تحتاج إلى رد قوي وإلى رد يفرض معادلات شديدة كي يردع هذا الاحتلال من تكرار ذلك. أضف إلى ذلك حزب الله يبدو أن له ضعرا كبيرا بهذه المرحلة ويريد أن يفرض معادلة جديدة. هذه المعادلة نعم قد تكون خطيرة جدا، خاصة إذا ما أراد إسرائيل أن تقوم برد ما على الضربة المرتقبة، يجب أن نقرأ بأنها يجب أنها ستكون قريبة وقوية وحاسمة ونوعية ومختلفة تماما، ولكن يبدو الأمريكي هل سيأتي عمليا لمنع انزلاق ولحماية إسرائيل فقط وسيساعد في إسقاط الصواريخ، أم سيأتي بذريعة يعني بذريعة فرض شروط وإملاءاته على هذه المنطقة، خاصة لاحظنا أن الأمريكي ووزير الدفاع تعهد بالدفاع عن إسرائيل، أرسلوا حاملات الطائرات أسراب الطائرات ونشر منظومات وتموضع إعادة تموضع ونشر القوات الأمريكية، هذا ينذر بحرب. هذه حرب ليس فقط إذا ما فتحت الجبهة وتوسعت الحرب، لا يمكن لنا أن أنها حرب إقليمية، هي انتقلت من غزة إلى الإقليم كمحطة ولكن لها أبعاد عالمية، خاصة أن روسيا يبدو أنها زودت إيران بمنظومات دفاع جوي متطورة وبصواريخ إسكندر، هذا أصبح الآن معلن. ولاحظنا أن التوترات في المنطقة وأن الرئيس قد حذر الرئيس الأسد من أن في هناك تصعيدا ما قد يحدث في المنطقة، وهذا قبل أيام أو قبل يومين فقط من اغتيال هنية واغتيال فؤاد شكر في بيروت. إذا يبدو أن الوجود الأمريكي الآن في العراق وسوريا العسكري وقوة ونفوذ الولايات المتحدة في المنطقة أعاد للمنطقة أهميتها بالمنظور يعني المصالح الأمريكية، وبالتالي يبدو أنها قررت يعني أن تدخل المنطقة في مرحلة ما من الصراع والصدام، ولكن هل سيكون هذا الصراع والصدام في إطار فرض يعني شروط ما في المفاوضات؟ أن من يحسم الوضع الآن هو كيف يتم إخراج يعني صفقة في قطاع غزة
لا تحسم بالضروره كما ينظر الامريكي الاسرائيلي لصالح المقاومه، وكيف يمكن في اطار ذلك الضغط على الوجود الامريكي، خاصه ان الفصائل العراقيه من جهه، وما يجري عمليا من ترتيبات سوريه تركيه، يعني ان الامريكي في المنطقه سيكون مهدد، وبالتالي علينا ان ننظر ان ما قال نتنياهو انه اراد ان يشكل حلقه من الائتلافات والتحالفات ورسم خريطه ما للمنطقه استباقا لنتائج الحرب في قطاع غزه او ما يجري من جبهات مفتوحه، هذا هو جزء من الاهداف التي لنا. ولكن سيد أشرف، بعد كل هذا التوتر الذي تشهده المنطقة حاليا واحتمالية فتح جبهات أخرى، هل ما زالت هناك فعلا فرصة حقيقية لإبرام اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة؟ يعني في المدى الراهن لا يمكن الحديث عن ذلك. أولا يعني دماء الشهداء لم تجف، يعني سواء كان هنية أو فؤاد شكر، وبالتالي كيف يمكن الحديث عن صفقة بهذه المرحلة؟ واعتقد ان الحديث عن صفقه مرتبط بعاملين، اولا يعني ودعينا اقول بشكل واضح، حركه حماس يجب ان تنتهي من يعني من من الاتيان بخليفه او تكليف رئيس مكتب سياسي جديد لها، وبالتالي يحدد توجهات الحركه المستقبليه. والعامل الاخر، كيف يمكن يعني للمنطقه أن يعني أن تتقبل، وخاصة إسرائيل عفوا والولايات المتحدة أن تتقبل طبيعة الرد الإيراني ورد حزب الله ورد المحور المنتظر على إسرائيل؟ هل سيتم احتواء الضربة؟ هل سيتم اعتبار الضربة يعني الرد على السلوك الإسرائيلي؟ أم سنكون في دائرة رد أخرى من إسرائيل والولايات المتحدة ما ينذر بتصعيد؟ وبالتالي طبيعة الصفقة الآن مرتبطة أولا كما قلنا بوضع يعني حماس الداخلي، وبالاتفاق على شكل على شكل وملامح مستقبل الوجود الأمريكي في المنطقة. هذا ما يجب أن نقرأه، لأن الأمريكي الإسرائيلي يعلم تماما أن بعد 10 شهور من إخفاق إسرائيل وهزائمها المتكررة لن تعود إسرائيل يمكن أن يعتمد عليها في زعامة وإدارة أي ملفات المنطقة أو من أي من أدوارها الوظيفية في المنطقة، وبالتالي لابد من إيجاد معالجات مختلفة بعيدا عن الصفقة، وفي إطار الصفقة ذاتها تبقي لإسرائيل مكانة ما تعني بالضرورة إضعاف محور المقاومة وإضعاف الفلسطينيين بشكل أو بآخر. وهذا ما يجب أن نقرأ من طبيعة التناقض في السلوك الأمريكي، يعني هذا يعني الامريكي ياتي بالسياسه يقول نريد صفقه ونضغط على نتنياهو ونتنياهو لا يستجيب، بالمقابل عندما يحدث اي منازله تندفع حاملات الطائرات الامريكيه والجيش الامريكي ووزير الدفاع ويحذر من الاعتداء على اسرائيل وانهم على اهبه الاستعداد للدفاع عنها، بل يحشدون الحلفاء بريطانيا وفرنسا وغيرها من اجل الدفاع عن اسرائيل. هذا التناقض الامريكي يفسر طبيعه يعني حتى الاهداف الامريكيه في اسرائيل، وان المنطقه اصبحت جزء من معركه امريكا في منافسه يعني الصين وروسيا ومنازلتها العالميه. نعم، اشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات، اشرف عبكة الباحث في العلاقات الدوليه.